نتكلم ونقول اهم النتائج وجدول ترتيب كريم عشان تشامبيونز ليج ايضا. والاسبوع القادم ما ننساش ان في مباريات قويه جدا، سواء مباراه برشلونه وتشيلسي اللي كلنا هنتابعها او مباراه بايرن ميونخ. لكن قبل ما نختم خلينا نتكلم مع حضراتكم، يعني اكيد كل حلقه بنحاول نضيف الجديد ليكم، احنا في الاول وفي الاخر بنحاول ان احنا نقدم حاجه زي ما احنا قلنا مختلفه عن باقي برامج الكره العالميه. هنختار فقرة جديدة هنستعرضها مع حضراتكم، هي شاركونا فرحتكم. كل المشاهدين اللي بيتابعونا يحاولوا ان هم يسجلوا فيديو ليهم وهم بيعبروا عن فرحتهم لفريقهم المميز في الكرة العالمية، سواء في الدوري الانجليزي، في الايطالي، في الاسباني، في اي دوري انتم بتحبوه، وتصوروه وتبعتوه لنا على هاشتاج البرنامج اللي هتظهر امام حضراتكم حالا دلوقتي، هي هاشتاج World Underscore Soccer، وهناخدها او هنجمع اكبر عدد من الفيديوهات ممكنه ونعرضها مع حضراتكم في الحلقه اللي جايه. الفقره الثانيه او السؤال اللي احنا بنحب ان احنا نبدا بقى نعمل نوع من انواع المسابقات او كومبيتيشنز ما بين الساده المشاهدين، هو توقع نتيجه مباراه تشيلسي وبرشلونه يوم الثلاث القادم في ملعب ستانفورد بريدج في بطوله دوري ابطال اوروبا. التوقع مش هتقول لي مين بقى يكسب، لا احنا عايزين نصعبها شويه بحيث تقول لي مين هيكسب وكام. يعني هننزل لحضراتكم على الصفحه الرسميه لقناه النادي الاهلي السؤال، توقع بالنتيجه مباراه تشيلسي وبرشلونه مين اللي هيفوز كام، والفائز معانا اللي احنا هنختاره ان شاء الله هيفوز معانا بتيشيرت لفريق من الفرق اللي موجوده في الدوريات العالميه. يعني اكيد كل حلقه بنحاول نحط او بنحاول ان احنا يبقى في نوع من انواع الاستمتاع، مش بس بالفقرات اللي موجوده داخل الحلقه، لا ده كمان من الاسبوع للاسبوع على مدار الاسبوع، سواء من هاشتاج شاركونا او شاركونا فرحتكم على هاشتاج World Underscore Soccer، او من خلال سؤال البرنامج توقع نتيجه مباراه تشيلسي وبرشلونه. وهنشوف مين فيكم اللي هيكسب، واللي هيكسب ان شاء الله هيكون ليه عندنا تيشيرت خاص باحدى الفرق الكبرى اللي موجوده في الدوريات العالميه. كل ده كان موجود معانا النهارده في حلقه World Soccer. بنشكر كل القائمين على الحلقه النهارده، كل الناس اللي موجوده، مش عايزين ننسى حد اكيد، شادي عبد السلام مخرج البرنامج، الاستاذ محسن ممنون رئيس التحرير، ومحمد مرتضى وسامي موجودين معانا في طاقم الاعداد، واكيد كل الناس اللي موجوده في الاستوديو عشان ما ننساش حد. ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده في الاسبوع اللي جاي يوم الجمعه، ما ننساش يوم الجمعه اللي جايه الساعه 9 وورلد سوكر على قناه الاهلي. نشوفكم على خير، سلام عليكم.